طيب ندخل بقى في الموضوع مباشره. النادي الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لسلسله المواجهات اللي كنا طبعا اتكلمنا مع حضراتكم عنها قبل كده اكتر من مره، ومنها طبعا مواجهته امام المولين العرب بكره ان شاء الله. امبارح بعد التدريبات بيتسو موسيماني عقد محاضره مع كل اللاعبين داخل ملعب مختار التتش، وكان حريص جدا على انه يتكلم معاهم عن مواجهه المقاولين العرب في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز. طبعا مباراه مهمه، والحقيقه كل المباريات المتبقيه للنادي الاهلي كل مباراه فيهم على حده ايا كان مين المنافس، فهي مباراه مهمه. الاهلي عنده مجموعه من المؤجلات، املنا كلنا ان هي ان شاء الله تصعد بالنادي الاهلي لمكانه الطبيعي ليحتل الصداره في البطوله الاقرب لقلوب كل الاهلاويه الدوري. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله.